ازاي؟ بون حاجه قمنا دروك بقياس الحموله الزائده. القانون اللي كان معمول به كانت الغرامه الماليه 400 وندير لك الروتري. داكور. القانون الجديد من غدوه ان شاء الله زادوا في الغرامات على 200 كيلو، كل حموله زايده 200 كيلو 500000. شوف البون تاعك يقول 17 طن 410، سبها معايا على كل محور ب 13 طن، انت عندك 4 طن و410 زايده. النقيب لونيس داود السريه الاقليميه لامن طرقات بقسنطينه، في اطار تطبيق المنشور الوزاري رقم 1 المؤرخ في 20 جانفي 2022، المتعلق بالغاء اجراءات تعليق وسحب رخص السياقه من طرف اللجان الولائيه لتعليق وسحب رخص السياقه، تنظم المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بقسنطينه حمله تحسيسيه عبر كامل اختصاصها، الغرض منها شرح وتوضيح مضمون هذا المنشور الوزاري وتصنيف المخالفات طبقا لاحكام القانون 1705 المؤرخ في 16 فبراير 2017، وكذا شرح الغرامات الجزافيه من حدها الادنى الى حدها الاقصى، وشرح ايضا ما يترتب عن مخالف هذه القانون وما يترتب عليه.